طلبنا من مذيعات نفسنا ان كل واحدة توجه رسالة لزميلتها، وطلبنا كمان من الاتنين التانيين انهم يتوقعوا الرسالة دي جاية من مين. دلوقتي انا جات لي رسالتين من هدى وإيمي، هخمن كده بالحدائق. عرفتها، هزارك مقبول ساعات وساعات لازم تسمعي الاول قبل ما تهزري. هادي هزارك مقبول مرات، بتطلعي كده خفيفة الدم، بس ده ما بيمنعش كمان ان انتي في اوقات كتير قوي البني ادم لازم يسمع الشخص هو بيقوله ايه، مش يمكن يستفيد من نصايحه او يستفيد من كلامه ويستغله في حياته العادية والشخصية. عموما يا ست هدى، مقبولة منك على قد سنك، بس والله العظيم انا بسمع، بس انتي اللي بتتكلمي كتير وما بتسمعينش. يبقى اكيد الورقة التانية من ايمي. لما تكوني مركزة في حاجة قوي ما تتلجلجيش لما تيجي تقوليها، لان انت عارفة رسمة في مخيلتك انت عايزة تقولي ايه، خليها تطلع على طول، ما تفكريش فيها، لما بتفكري بتترددي. ماشي حاضر، هقول كل اللي في قلبي. هخمم مين فيهم سألت ايه. عندك حضور وشخصيتك قوية، فيها حسنات وسيئات. هدى، هو فعلا انت عندك حضور، هو فعلا انت شخصيتك قويه، مثل ما بيقولوا انت سترونج واندبندنت وومن، دي حاجه كويسه، بس بنفس الوقت عندها حسنات وعندها سيئات. لا انا شايف فيها انها حسنات بس ما فيهاش سيئات. سيئاتها بتبقى بالنسبه لي مش مهمه، لان عارفه اللي هيتقال على السيئات ايه، فلا انا مبسوطه باللي انا فيه. لو هقول رساله لإيمي هقولها بحبك. انا اكتر بكتير. انا متاكده ان دي ايمي بتقولي افهمي الدنيا ماشيه ازاي، وافهمي يعني ايه افيه. افهمي الدنيا ماشيه ازاي قبل ما تزعلي او قبل ما تبوظي افيه ممكن يتقال. افهمي يعني ايه تسلمين حد او تستلميه من حد. انا عارفه على فكره يعني ايه افيه، وفاهمه الدنيا ماشيه ازاي، ومفيش حد فاهم الدنيا ماشيه ازاي غير. ولو هقول رساله لهدى ما اقدرش استغنى عنها. وانا كمان على فكره بكل النواحي، بعيوبك بحسناتك بسيئاتك باللي انت عندك، انا كمان مش هقدر استغنى عنك.